حياكم الله مشاهدينا الكرام، وحلقه خاصه من المناوره مع الشيخ قيس الخزعلي امين عام حركه اعصاب اهل الحق. اهلا وسهلا بك سماحه الشيخ. اهلا وسهلا ومرحبا، حياك الله. الله يحييك. هذا اللقاء يجري قبل ايام قليله من الجلسه المرتقبه سواء شعبيا وحتى سياسيا، وهي جلسه اختيار رئيس الجمهوريه حسب التوقيتات الدستوريه. ولكن قبل الجلسه يبدو ان الامور ما زالت معقده، كيف سيمضي الاطار لهذه الجلسه؟ خاصة وأنه يتحدث عن ما يسميه هو بالثلث الضامن وما يسمى عادة بالثلث المعطل في هذه الجلسة. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا للأسف احنا يعني نقول أنه إلى الآن لم تحصل التوافقات المطلوبة حتى تمضي الجلسة بضمانات نجاح، والطريق كأنه سائر باتجاه صراع إرادات وكسر إرادات. فلذلك التحدي بشكل واضح موجود، أنه هناك فريق سياسي يتعهد وبعنوان التحدي على إقامة الجلسة بوجود الثلثين، وهناك فريق سياسي اللي هو الإطار يعني يتعهد بأنه لا يتحقق النصاب بما يسمى بالثلث الضامن. هذا الطريق اللي ماشي بالأمور. ليش سميته ضامن؟ هو معطل. أنتم راح تعطلون جلسة لاختيار رئيس الجمهورية، فأنتم ماذا تضمنون؟ شيء تعطلون؟ هذا طبعا من منطلق من أكثر من نقطة، أكثر من وجهة نظر. إحنا نعتقد أولا أنه وضع الدولة، تشكيلة النظام، تشكيلة الحكومة، نعتقد يجب أن تكون بطريقة تضمن نجاح الدولة، نجاح الحكومة. وأنه نعتقد أن هذه الطريقة لن تضمن عملية سياسية ناجحة، لذلك نحن نقول الثلث الضامن، لأنه الثلث الضامن لنجاح الدولة. النقطة الثانية موضوع حق الأغلبية، وهذه مسألة عرف دستوري صار معروف أن الشيعة هم الأغلبية المكونة لمثل الأغلبية، وبالتالي ضرورة ضمان حقهم من خلال وجود كتلة أكبر يكونون هم فيها بشكل واضح الكتلة الأكثر عددا بلحاظ التوازن المكوناتي بالنسبة إلى المكون السني والمكون الكردي. ومسير تشكيل الحكومة وعقد الجلسة بهذا الطريق هو يهدد هذا الحق، وبالتالي الثلث سوف يكون ضامن لعدم تضييع هذا الحق. وين الضياع بوجود كتلة كبيرة مثل التيار الصدري بعد أن انضاف لهم شخصين صاروا 75؟ هي كتلة كبيرة تمثل الشيعة، لو أنتم عندكم اعتبارات أخرى. التيار الصدري يمثل جزء كبير من الشيعة، وعندما يتحالف مع طرفين آخرين تكون حصة الشيعة مضمونة بوجود التيار. هذا شوي إرهاد لفت شيء من التفصيل. إيه تفضل. أنه الكتلة الأكثر عددا، هل الكتلة الأكثر عددا وطنيا من الكتلة الأكثر عددا من المكون الأكثر عددا، يعني من مكون يمثل الأغلبية. طيب. بالنسبة للاختيار رئيس المجلس النواب صار بشكل واضح توافق داخل المكون السني، وهذا ليس سرا، ولم يكن أحد من النواب السنة يخجل منهم. طيب. السؤال الآن اختيار رئيس الوزراء سوف يكون الدستور صريح أنه يجب أن رئيس الجمهورية يكلف الكتلة الأكثر عددا. هذه الكتلة الأكثر عددا هل هو تنافس شيعي شيعي، بمعنى أن النواب الشيعة والقوى السياسية الشيعة أيهم يجمع عدد أكثر ويشكل كتلة أكثر عددا شيعيا فهو الكتلة الأكثر عددا، وهذا التنافس مقبول ونحن نقبل به، وعلى أساس أنه التوافق حصل مع الأخوة في الكتلة الصدرية على أنه تنافس فيما بيننا، فمن يجمع العدد الأكثر عددا يكون هو الكتلة الأكثر عددا وهو يشكل الحكومة. تقصد في الإطار يعني في الحلقة الشيعية؟ في الحلقة الشيعية. طيب. هذا التنافس احنا قابلين. زين. وبالتالي إذا استطاع الأخوة في الكتلة الصدرية أن يشكلوا كتلة أكثر عددا، يعني النواب الشيعة هم الأكثر، احنا بهذا الوقت احنا راح نعترف بهذه المسألة، ومن حق الأخوة يشكلون الحكومة كاملة وليس لدينا. وشلون يثبتوا لكم أنهم هم الأكثر؟ ما هي قصة الكتلة الأكبر تم تذويبها؟ الآن ما نعرف، أنتم الكتلة الأكبر، التيار الكتلة الأكبر. أكو أسماء وأرقام. كشيعة أقصد. بني أسوأ، يعني عادة عدد النواب الشيعة حسب ما أتذكر الآن عددهم حدود 182 أو 183 نائب، وأسمائهم مشخصة ومعروفة، فلان طيب. فلان فلان. وحصلت حملة التوقيع الكتلة الصدرية 73 نائب، التحق معهم 2 صاروا 75، بعدين التحق بهم 5 صاروا 80. طيب. يقال هناك شخص أو أكثر. فهذا العدد معروف. وعددكم ما معروف؟ لا عدد سمعنا عن 88 فقط. بالدقة عدد النواب الشيعة ضمن
قائمة الثبات الوطني الشيعة فقط، هو 83 نائب، وحصلت نوع من المراسلة مع الأخ السيد مقدة الصدر، وتم إرسال القائمة لأن لم يكن هناك وضوح عند الأخوة في التيار على أنه على أن الإطار يمتلك تحالفا يتكون من عدد نواب شيعة أكثر، وتم إيصال الورقة بالتواقيع وأنهم 83 نائب. وهذا الأمر اللي إحنا كنا لم يكن في نيتنا أنه نطرح هذا العدد من أجل أن نمضي بمفردنا في تشكيل الحكومة، هاي نقطة مهمة. لا كان نيتنا أنه الطرف الآخر يعلم أننا مصرون على تشكيل كتلة أكبر من كلانا، ولا ينفرد أحدنا حتى وأن كنا نحن أكثر عددا، لأنه هذا لن يكون كفيلا بنجاح عمل الحكومة. يعني قناعتنا أن الإطار التنسيقي إذا ذهب بتشكيل الحكومة مع عدم مشاركة الكتلة الصدرية لن تنجح الحكومة ولن يحصل استقرار. وأن الكتلة الصدرية لو ذهبت بمفردها بدون الإطار التنسيقي فلن تتشكل الحكومة ولن يحصل استقرار. إنما كنا نريد أن نقول نحن ليس من واقع الضعف نتمسك بالمشاركة، من موقع القوة، رغم أننا أكثر عدداً إلا أننا نصر على أن تكون الكتلة الأكثر عدداً من الجميع، بل نعطي الأفضلية إلى الكتلة الصدرية باعتبارها في نتيجة الانتخابات فازلة كانت هي الأكثر عدداً. نعم. هذا إحنا مقبول به، وهذا نحن الآن اليوم وغدا ملتزمون به. يعني لن نذهب باتجاه تشكيل كتلة أكثر عددا من الفضاء الوطني، يعني من السنة والكون. يعني كل شيء يتطور، حتى العملية الديمقراطية هاي تطورت المفروض، وقانون الانتخابات تطور، هسه تطور الإيجابي للسلبي، كل شيء يتغير. لماذا التمسك بالأغلبية الطائفية؟ يعني اليوم الكرد مختلفون، عندهم مرشحين اثنين، لماذا؟ وحتى السنة الحلبوسي عند الأغلبية السنية، وعندما تحالف معه البعض لا يعتبر توافق بالمعنى الحرفي، ولكنه توافق مفروض عليهم. اليوم الأكراد غير متفقين، وأنتم تدعمون مرشح والتيار يدعم مرشح، لماذا لا تذهبون نفس، لماذا تصرون على أغلبية طائفية وما تسمونه ضمان حقوق الأغلبية؟ يعني في هذه الدورة الانتخابية حصلت متغيرات، المتغيرات كانت إشاراتها واضحة عندما حصل من زيارات لشخصيات سياسية من الخط الأول ولقاءات واجتماعات مثلا في تركيا وفي الإمارات، ومن ثم ما حصل من اجتماع في أربيل بين الشخصيتين السنيتين المعروفتين مع السيد مسعود برزاني، كانت إشارات واضحة لمشروع تم طرحه قديما ومعروف لدى الطبقة السياسية، وفي وقته ورصد له من قبل أحد الدول الخليجية مبلغ 11 مليار. طبعا هذا الكلام كلام جلال رحمه الله، عرض عليهم مبلغ 11 مليار دولار مقابل أن يتصدى شخصية كردية لأن يكون زعيم سني يشمل العرب والكرد. الاجتماع الذي حصل في أربيل من تجمع شخصيات سياسية سنية وكردية، يعني عربية وكردية، بعنوان أن الجامع هو سني، كان إشارة واضحة على وجود مشروع يستهدف الأغلبية الشيعية. يقول لي مثلا ديت الانتخابات أو ديت الدورة احنا ما طالبنا، ديت الانتخابات ما كان أكوش اجتماعات ولا أكوش مقدمات، كان تحالف، كان تحالف الإصلاح وتحالف البناء، بس كل واحد يظن إيه، بس المفارقة أنه تحالف البناء اللي جنابك كنتم جزء منه يضم الحلبوسي والخنجر ومسعود البرزاني. اليوم هذا الثلاثي قرر أن يذهب باتجاه مصالح جمهوره حسب ما يقول، ويجد مصالح جمهوره مع الطرف الآخر. لماذا اليوم هم بهكذا طريقة متآمرين حسب وصفكم؟ لا إحنا ما قلنا متآمرين، هم يشتغلون ضد الأغلبية، طبعا خوفا تآمر. أنا ما قصدي ما أشمل كل التحالف الثلاثي ولا أستثني كل التحالف الثلاثي. الانتخابات اللي مضت كان هناك تحالف طولي، طيب، بحيث موجود من الشمال إلى الجنوب. والنقطة الثانية اللي ذكرتها، ما كان هناك اجتماعات علنية في دول خارجية وبحضور رؤساء أجهزة مخابرات، ولم يكن هناك اجتماعا في محافظة أربيل صدر حضر، يعني حصل بوجود الشخصيات الثلاثة، نعم، وترشح منه بنقل من نفس المصادر أنه حصل اتفاق سني سني عربي كردي على أن قرارنا واحد مقابل القرار الشيعي. هذا مستجد، لذلك نحن نقول أنه الآن السنة عمليا كل مجتمعون، والكرد بالمناسبة
الكرد لا مسعود بلزاني لم يرفض الاتحاد الوطني انما هو يريد منصب رئيس جمهوريه مقابل ان يعطي مناصب اخرى يعني الخلاف تفصيلي مو انه لا يقبل ان يشاركوا في تشكيل الحكومه وفي استحقاقات ابدا هذا الكلام ما موجود انما دفع باتجاه ان يكون هناك تقويه لطرف شيعي على حساب طرف شيعي هذا واضح صار والمعلومات والمصادر متعدده أن الهدف هو إيجاد تفرقة شيعية وتغيير المعادلة باتجاه إيجاد أغلبية سنية تتكون من العرب والكرد مقابل الشيعة. هذا الذي نقول أنه هذا الثلث الضامن هو ثلث ضامن لعدم ضياع حق الشيعة كمكون أكبر يحفظ هذا الحق هو الكتلة الأكبر. وهذا الذي تعاهدنا عليه عندما كان هناك تنافس وحتى الأخوة في التيار وحتى السيد مقدس الصدر نفسه قال إنه أنا بالنسبة لي أبداً لن أذهب باتجاه أن أوجد تحالف فيه سنة وكرد ما دام الإطار ملتزم بأن لا يتحالف مع السنة والكرد. الكلام اللي ترشح أخيراً على أنه لا أنه هذا تم تجاوزه سؤال جد أكيد جد هو حرب نفسية جد حقيقي أنا ما واضح أنت لكن هذا الذي نقل على أنه التحالف المقابل أو الكتلة الصدرية تقول الآن الكتلة الأكبر هي التحالف الثلاثي. نقول هذا التحالف الثلاثي الكتلة الصدرية فيه هي أقلية قياسا للسنة العرب والكرد وأنا أقول هالكلام مو من ناحية مجتمعية أنا أتكلم من ناحية سياسية طيب باجتماعات في دول وأجهزة مخابرات لذلك أنا أقول هالكلام طيب أنتم يعني التقيتوا بسيد مقتدى وصارت اتصالات وسيد العامر يزار السيد مقتدى وسيد المالكي اتصل تواصل مع سيد مقتدى وجنابك أيضا ولكن بالنتيجة لماذا لا تخبره بهذا الكلام؟ يعني هل من المعقول أن التيار الصدري أو سيد مقتدى الصدر لا يعرف كل هذه التفاصيل وأنتم وحدكم تعرفونها؟ يعني أنا بصراحة أقول أنه إحنا تعمدنا وأوصلنا بشكل واضح أن التحالف أن الإطار التنسيقي متحالف مع شخصيات وقوة سياسية أخرى بعنوان الثبات الوطني وهو الآن يمتلك الكتلة الشيعية الأكثر عدداً التي تتكون إلى حد هذه اللحظة إلى 83 نائب قابل لزيادة بالمناسبة وبالتالي هو الأكثر عدداً من الكتلة الصدرية وتأكد لدينا أن الأخ سيد مقدة الصدر لم يكن يعلم يعني فريق الخاص لم يكن قد أخبره بهذه النتيجة وأنه قد استغرب والكلام الأول الذي ترشحه ونقل عنه اتصالات من شخصيات مقربة به أنه جيد أنا ما عندي مشكلة وأنا من زمان كنت أقول أنا على استعداد أما أذهب إلى الحكومة وأنتم تذهبون إلى المعارضة أما أنتم تذهبوا لتشكيل الحكومة وأنا أذهب إلى المعارضة والآن بما أنه أنتم كتلة أكبر توكلوا على الله وشكلوا الحكومة وأنا أذهب إلى المعارضة إحنا ما قابلين دزينا خبر قال لا أنا هذا قرار نهائي ثم حصلت ما حصل ما أعرف شنو بالضبط وجاء هذا الكلام الجديد اللي يقول أنا ما متأكد من عنده أنه هل هو كلام حقيقي أو حرب نفسية إعلامي إلى آخره لأنه الفضاء الوطني لأنه التحالف الثلاثي المسمى إنقاذ وطن هو الذي سيرشح رئيس الوزراء الشيعي القادم هذه نقطة إحنا نوقف عنها نحن لن نفعلها أبدا حتى لو الآن اجتمع لدينا ما يكفي من النواب السنة والنواب الكرد أن نكون أكثر عددا لن نفعلها ولأنه نعتقد أنه هذا في ظل هذا الوضع الدولي اللي موجود هذا مخاطرة بالاستحقاق الشيعي ممكن يؤدي إلى ضياع نهائيا مستعدين إذا الأخ سيد مقدة الصدر إذا قرر أن يقول أنا الكتلة الأكثر عددا باعتباري التحالف الثلاثي ويثبت هذا بأرقام يقول له سيدنا هذا قرارك تفضل شكل الحكومة لكن أنت تتحمل المسؤولية التاريخية والمسؤولية الشعبية أمام حق الشيعة والحفاظ عليه. وهذا بشكل مسالم يعني ستتركون سيد. أي طبعاً بشكل واضح أنا أتعهد. مسالم. بشكل واضح. مسالم برلماني. بشكل يعني؟ واضح أقول هاي قضية سياسية. ليش مو مسالم؟ يجي يعلن سيد مقدة الصدر كتلة صدرية تقول نحن الآن الكتلة الأكثر عدداً لأننا التحالف الثلاثي المكون من 100 نائب سني كردي وعربي. زائد 75 أو 80 طيب أنا تسمح لي أقاطعك هنا يعني غريبة هسه بديتوا تعتبرون الكرد سنة مو إحنا شو هسه بديتوا تحجون بها غريبة
الغريبة أن الكردي بدأ يعتبر نفسه سني، مو إحنا نعتبره. هسه طائفياً أكيد هو سني، بس قومياً هو. لا أبداً، ما يوم من الأيام أنا ذكرت لك القصة مال مام جلال الله يرحمه. نعم. قال إحنا عرض علينا 11 مليار دولار في ذاك الوقت حتى نعتبر نحن زعماء سنة وليس زعماء كرد. هاي اللقاءات الأخيرة اللي صارت وحتى الزيارة اللي قام بها شخصيات معروفة ومهمة في إقليم كردستان من أربيل إلى الإمارات بالفترة الأخيرة ومحور الحركة اللي تصير تشير إلى وجود برزاني زار برا اللي تشير إلى وجود دعم دولي لهذا الموضوع. دعم موضوع يعني تقوية. طيب بس أنتم هم عندكم دعم دولي، يعني أنتم يعني إيران تدعمكم بشكل واضح. يعني الحمد لله لم يذهب المالكي والعامري إلى 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 طهران ويجتمعان مع قائني ويأخذوا صورة مثلا والآخر. وجود إحنا بلدنا أهلا وسهلا به، يجي ويقعد وياكم ويحضر اجتماعات إذا كان بموافقة الحكومة العراقية ورئيس الوزراء العراقي فهي زيارة رسمية ومصرح بها. هو بموافقة يستطيع الحكومة. طيب هو طب للعراق بموافقة الحكومة طب. بس جلوسه ويا قوى سياسية ما يحتاج موافقة الحكومة، يعني يحتاج هو كان سري كان سري. لا هو يعني رئيس الوزراء يدري وما يدري، يدري وأنتم تدرون وقاني يدري والأتراك يدرون باجتماعهم ويا حلبوسي والخنجر وأنتم تدرون. أي شخصية علنية. أي شخصية من أي دولة من دول الجوار تحب تجي هنا إلى بلدنا واحنا موجودين ويزورونا ويلتقوا بهم اهلا وسهلا. انا احب احنا من هيك تسوي الامور. انا اقصد عن اجتماع قاني سياسيا بكم يا عزيزي، اللي انت تشكل قبول. على وجود اردوغان قبول. سياسيا مع الطرف قبول. الاخر قبول. انت ببيتك يجيك واحد خطر زين يحكي يقول تقبله متقبله وجاي وداق الباب زين وانت ابو البيت قابل بي ويدري الى اخره. فرق من واحد يروح البيت الجيران وانت عنده مشكله ويا اخوك زين، فواحد يترك داره ويروح إلى مكان آخر بدولة أخرى بحضور رئيس جهاز مخابرات وهذا علامات استفهام. وأن يذهب طرفين سياسيين، شوف مرة واحد طرف سياسي يروح لوحده زين، يعني يروح هسه أي شخصية من شخصيات الإطار إلى إيران وهذه السيارات موجودة أو يروح شخصية سياسية سنية إلى تركيا موجودة بس يذهب طرفان سياسيان سنيان بينهم مشكلة ثم يحصل هناك اتفاق على من يكون رئيس البرلمان ومن يكون نائب رئيس الجمهورية. هذا هو التدخل الواضح الصريح في الشأن العراقي. هذا أبدا لم ولن لم ولا بزمن حج قاسم الله يرحمه ولا بزمن حج إسماعيل أنه الطرف الإيراني تدخل بعلوان أنه أنا هذا أريد رئيس كذا وهذا فلان وهذا فلان. فهي فرق شاسع بين أن يذهب طرفان ويعقدان اتفاقية لها علاقة بالشأن المحلي العراقي ومن يكون رئيس مجلس النواب العراقي ومن يكون نائب رئيس الجمهورية في عاصمة دولة أجنبية وفرق أنه شخص يأتيك موافقة الحكومة العراقية ليأتيك فليأتي شخصية يمثل الرئيس التركي يريد أن يبذل مسعى معين في تقريب الصف. يعني أهلا وسهلا. طيب هسه إذا محمد بن زايد يبعث لكم طحنون في بلدنا أي وتقعدون إياه أبدا ما عندنا مشكلة وتناقشون إياه الوضع السياسي يجي يتدخل لا يناقشكم يقول لكم عيني ليش انتم هيك ماشي. هسه هو هسه طحنون اخوي يجي مو يجي يتدخل على بوندا يجي يتدخل على مود حل مشكله ويا طرف سني يمون عليه يسمع كلامه. وانا سهلا ودائما العراق كان اول ما يبدي بإبداء الرسائل الى المحيط العربي كل ما يصير رئيس وزراء عراقي اول ما يبدي يروح يزور السعوديه بعدين يروح يزور الامارات يا معودين نفتح علاقات الى اخره. احنا ما احنا لا رافضين السعوديه ولا رافضين الامارات، هم رافضين وضع العراق ورافضين الاعتراف بهذه العملية والوضع الجديد. صار عندهم تغير وبدأوا بخطوات حقيقية مع دفع الترتبات السابقة مما حصل من بعض الدول في دماء العراقيين. أهلا وسهلا. ما عندهم علاقة بدماء العراقيين، يبدون صفحة جديدة بشكل دور إيجابي باعتبار أنهم عرب وبالتالي علاقة فيما بيننا وبينهم أشقاء. أهلا وسهلا. طيب أنا حتى ما استغرق هواي بهذا الملف بس على طار الملف كلامك تتحدث عن أنه دولة يدفعون الضرر السابق بس مع فارق التشبيه مع الحرب العراقية الإيرانية العراقيين استشهدوا فيها كثيرين وحتى الإيرانيين هي حرب بالنتيجة ولكن العراق طبع علاقاته مع إيران واليوم إيران حليفة ممتازة مع العراق. لماذا ترفضون تطبيع العلاقات مع هذا الطرف؟ هسه يعني محمد بن سلمان يختلف عن الملك عبد الله، محمد بن زايد يختلف عن الذين قبله، فبالنتيجة لماذا تصرون على تاريخ الخلافات ولا تستشرفون يعني مستقبل الإيجابيات وياهم؟ طبعا أنا أولا شخصيا أرفض تسمية حرب عراقية إيرانية. طيب. أنا أقول هاي حرب صدام أو حزب البعث اللي أدخل العراق في حرب مع إيران وأدخل العراق في غزو إلى الكويت وإلى آخره. طيب.
هذه قضية من ناحية الشخصية. النقطة الثانية، هناك فرق بين حرب دول وبين إرسال إرهابيين تكفيريين من خلال اختراق الحدود والقيام بعمليات تفجيرية تستهدف أبناء الشعب، وليس تستهدف جيش مقابل جيش، استهداف المواطنين الأبرياء في الأسواق من خلال إرهابيين، وأعطاهم الفتوى للتفجير وأعطاهم المواد التفجير. هذا عمل إرهابي وليس حرب. كل حرب تحصل بعدين تحصل نهاية، بعدين يحصل اتفاق وتسوية. اللي حصل بين العراق والسعودية لم يكن حربا، إنما كان عملية استهداف للشعب العراقي وللدولة العراقية، وفرق كبير. طيب طبعا الدليل، عفوا، نعم، هو صار في شيء بين الدولة العراقية والكويت. صحيح، الكويت تقبلت واحنا تقبلنا. صحيح، لكن فرق هذه المسألة ما حصل تحديدا من السعودية بشكل خاص. طيب، ولا فرق بين محمد بن سلمان اللي هو ولي العهد ويا والده اللي موجودين، ما تغير الخطاب. هذه راد لي حلقة وحدها، بس خليني لأنه الوقت ما أريد يداركنا. جلسة السبت تمت دعوة يعني البعض يعتقد أن المستقلين هم بيضة القضبان، وسيد مقتدى الصدر بتغريدة واضحة وطويلة استعرض لماذا على المستقلين أن ينضموا إلى جانبه، ولكن حديث بأن المستقلين أن يتعرضون إلى ضغوط من الطرفين، من التيار والإطار. هسه أنا أتحدث مع طرف من الإطار، ما حقيقة ضغوطكم، ترغيبكم، ترهيبكم، استقطابكم لهؤلاء المستقلين؟ أنا أضمن لك أي ضغوط من الإطار على النواب المستقلين ما موجودة. أنا من يمي أضمن لك يعني. يجون وحدهم؟ أكو وضع، شوف هاي النقطة مهمة، اللي هو الإحساس بالمسؤولية الشيعية، الإحساس بمسؤولية الحفاظ على حق الشيعة باعتباره مكون أكبر. هذا موجود في ضمير أكثر النواب الشيعة، أقدر أقول 95% من النواب الشيعة يشعرون بهذا الموضوع، خصوصاً المستقلين. هذا الموضوع الجامع. طيب هسه أنا أريد أهدد نفوس، مو كلش يعني قبل الجلسة، بس أن يتواجد يعني المسؤولية الشيعية عند النواب المستقلين والإطار، هذا يعني أنه الطرف الآخر ما عنده ضمير شيعي ما يتحرك. واضح، يعني هذا إيحاء بهذا الشيء. واضح، الأخوة في الكتلة الصدرية هم لديهم قيادة مركزية واحدة، وينطلقون من منطلق الثقة بقائدهم، وهذا حقهم. طيب، وقناعتهم وتحركهم في هذا الوضع منطلق إلى منطلقاتهم، عتم فهم. وأنا ذكرت في مرة بشكل صريح، ليس عندي شك بنوايا السيد مقتدى الصدر الوطنية، ولا زلت. طيب، لكن أنا أتكلم كتشخيصي للواقع، تشخيص الواقع وتشخيص الآخرين، أنه هناك شعور، طبعا هذا الشعور بالقلق موجود عند النواب، أنا أقول أنه موجود في ضمير العراقيين، مجمل العراقيين، يعني في ضمير الشيعة بشكل عام. بأن حقهم راح يضيع؟ هذا حس أكو تخوف أنه ذولا فلان متجمعين، اجتماعات برا تصير، فلان إلى آخره، والشيعة راح ما متفقين وراح يروحون أقلية مقابل أغلبية جاي يعد الترتيب إلها، مثل ما جاي تطلع أخبار إلى هذا القلق موجود. أما كون الإطار يهدد أو يرغب زين، أنا قلت لك أدعي اثنينهم ماكو، ما يهدد يعني. هسه إذا أكو واحد تم تهديده يطلع يقول أنا تم تهديده، خاف يقول لا ليش لا ليش، مو هو التهديد دير بالك تحكي، لا تسمعني. هو يدعون أن السياسيين سنة أكثر، يدعون أن السياسيين سنة أكثر خوفا من الشيعة والمجامع والآخر، طلعوا قالوا إحنا انقصفت مقراتنا، انقصفت كذا. ماكو شيء الآن بالإعلام واحد يمنع واحد أن يتكلم. صحيح، فضلا عن أن يكون شيعي موجود وإلى آخره، فضلا على أنه إذا يريد أن يتكلم هناك من يحمي، يوفر له الحصانة ويقول له تعال تكلم براحتك وأنا أعطيك حماية. صحيح. أما قضية الترغيب بالأموال، فالإطار ما عنده الدعم الخارجي اللي موجه إلى بعض أطراف التحالف الثلاثي من بعض دول الخليج، اللي الموضوع تجاوز الكلام بالملايين إنما وصل إلى المليارات. إذا إحنا عندنا ما عندكم الإمكانية المالية؟ إذا عندنا علاقة أو إيران، إيران بعتي فقيرة، بعتي تحت الحصار، عليها عقوبات، فقير في بينا، بعتي مخصصين مستلمين شيء، واضح وضع إيران. طبعاً واضح التغير بالسياسة الإيرانية اللي موجودة. أما الأموال اللي موجودة بذاك الطرف، طبعاً ما أحداث تنقل إنه فلان الفلاني اسم مو لطيف نجيب الأسماء. زين، عرض على فلان الفلاني 500 مليون دولار على فت قضية منصب رئيس الجمهورية، ما بينا بعد منه منصب رئيس الجمهورية ولا نائب.
يعني مو لطيف نجيب اسماء. قصدي المبلغ اللي جاي يعرض 500 مليون دولار؟ بلي 500 مليون دولار. مقابل انا سامحها من يعني شخصيا من الخط الاول بالجانب الكردي. مقابل رئيس جمهوري؟ مقابل منصب. منصب رئيس الجمهوري؟ منصب مهم، منصب مهم. هسه رئيس الجمهورية يسوى بالعراق بس 500 مليون دولار؟ قليلة. هو القرض الياباني مليار. يعني قليلة برأيك؟ طبعاً قليلة. وهو منصب تشريفي. ما يخالف هم رئيس هم يركب طيارة خاصة وينزل ويستقبله. رئيس الوزراء غير حساب. ايش قد رئيس الوزراء؟ يختلف. بس رئيس بس اللطيف انه المناصب الشيعية مو للبيع. يعني لمن تندفع ال 500؟ يعني انت هاي عبرها لا تلعبها. اللي اريد اقوله عفوا ال 500 منو يستلمها ومنو اللي عنده القدره يخلي رئيس جمهوري؟ لا انا ما اجاوب على السؤال. اللي اريد اقوله انه الاطار التنسيقي ليس صاحب دعم خليجي. طيب فما عندهم اموال فمو يعني تعال يا فلان. زين المستقلين راح يجون. اوكي ضميري الشيعي حسب وصفك جيد، اخاف على مستقبل العراق، اعتقد انه الاطار خطهم افضل من الطرف الاخر. طيب. لا مو بالضروره يجي الاطار. طيب لا شيء ولا بالضروره يتحالف. لا شيء يسوي لا ويابا مسير الامور بهذا الاتجاه بدون ان يكون توافق شيعي الان. طيب. يعرض حق الاغلبيه الشيعيه للخطر. زين توافقتوا انتم وعفى الله عما سلف وقعدتوا يا سيد مقتدى الاطار والتيار وقلتوا خلاص تم اعلان الكتله الاكبر ذول المقارده ذول المقرودين المستقلين اللي سيد مقتدى يخاطبهم وانتم تخاطبوهم وضميركم لازم حي. من تجي الوزارات ويجي تقسيم الهيئات وتجي توزيع السلطة خلينا نسميه ذولا شنو راح نقولهم أنتم مستقلين انتخبكم الشعب نواب لو 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 حقوقهم السياسية ستهدر. قسم للمستقلين التحقوا بكتلة الثبات الوطني جيد وكان شرطهم بالالتحاق أنه إذا كان هناك حق أنه هو الإطار التنسيقي يرشح رئيس وزراء فيكون مرشحه من المستقلين. احنا طينا هذا الالتزام. يعني احنا باليوم اللي راح يصير لنا حق ان نرشح فراح يكون احد مرشحينا هو مستقل ابلي. هذا الشرط تشترطوا علينا المستقلين واحنا نطينا هذا الالتزام. شيء اخر كذلك هذا الالتزام طبعا هذا التزام انا نطيته. يا الصادقون 13 نائب. اوكي. هناك شخصيات مستقله لها دور لها نشاط ترغب محل ثقه الى اخره. احنا مستعدين انا قلت انا على استعداد ما تحتاجون من 13 نائب من اجل ان تحصلوا وزاره مهمه احنا مستعدين ندعمكم حتى اذا صادقون لا يحصلون وزاره. هذا التزام طيناه والاخوه المعنيين موجودين وهذا مو كلام بالاعلام والى اخره. هذا التزام حقيقي هم يعلمون به. التزام حقيقي وليس وعود وليس بيانات وليس تصريحات وليس مواقف. فانت تقصد ان حقوقهم السياسيه محفوظه. هذا التزام حقيقي اعطيناه مو وعدناهم ان ياتوا ثم تنكرنا عنه وجددنا الى يوم. يعني هم بالنسبه لهم عندهم الشخصيه ضامن يعني الوثوق بالشخصيه ومستقيل الشخصيه ضامن هم بالنسبه لهم. طيب جيد اذا نستمر في الحديث عن المراسلات بينكم وبين التيار الصدري. سيد مقتدى كسر الجليد مثل ما نقول وراء فتره من السبات الطويل وتجميده للكتله الصدريه ودعوته لعدم حضورهم ووقف المفاوضات. موعد جليد هو باتصال بينه وبين المالكي واعتقدنا انه هذا الاتصال راح يصير انفراجه كبيره. السيد العامري والفياض راحوا زاروا وبعدين شن جت الامور ولكن السيد الصدر كان واضح قال لكم ارشح جعفر الصدر ولا اعرف هل يعترض الاسلاميون على جعفر الصدر. لم تبدون يعني لا قبولا لا رفضا لا دراسه للاسم جعفر الصدر عندكم عليه اشكال؟ يعني قبل سيد جعفر الصدر الاتصال طبعا نحن كلنا تفاءلنا به ان يكون بدايه لكسر الجليد والى اخره وان يكون بدايه ل يعني وضع النقاط الحروف والسير بالطريق الصحيح وهو تثبيت الكتله الاكبر. لكن تبين انه الكلام والمحاوره كان هدفها فقط انه اذا الاطار والتيار يتفقون على شخص مرشح رئيس الوزراء. وكان جواب الاطار بشكل واضح انه هذا تفصيل الاهم فلنتفق على الكتلة الأكبر. من هي؟ إذا الكتلة الأكبر شيعية واحد عددها أكثر من مجموع السنة والكرد اثنين يعني معنى إطار زاد الكتلة الصدرية فنحن منفتحون على مناقشة الاسم الذي تقدمه وإعطاء جواب وليس مرفوضا. أهلا وسهلا نجي نلتقي بيه نشوفه. يعني ما قلتوا مرفوضا هذا قبل أبدا. لا والحد الان انتم ما رافضين جعفر؟ لا ما رافضين طبعا طبعا مع ملاحظه بس ما قابلي انه انتم الاسلاميين ترفضون مرشح سيد جعفر. سيد جعفر ليس اسلامي
هاي نقطة خلي تكون معلومة. ولا الرجل هو يقول أنا إسلامي، هو مدني ليبرالي أو إلى آخره، وهو رجل يصرح بهذا المسألة. من عائلة دينية معروفة و... تمام. ابن الصدر اللي هو جزء من تأسيس هذا النظام بعد 2003. مني عائلة دينية معروفة وابن مرجع هو صاحب الفضل الأكبر في تاريخ العراق الحديث. هذا مو نقاش، أنت قلت إسلامي. أنا ذني نقطتين ما عندي نقاش فيها. ولكن على كل حال نحن لا نشترط أن يكون رئيس الوزراء إسلامي، أنا ناقشت فقط في المصطلح مالته. طيب جيد. رئيس الوزراء أيتي كشخص مقبول. سيد جعفر صدر شخص معروف ومن عائلة معروفة وتاريخه واضح. طيب كمواصفات رئيس وزراء شنو برنامج الحكومي؟ زين. شنو الالتزامات مع الإطار؟ شنو الالتزامات الإطار معه؟ هاي يحتاج جلسة، يعني قصدي واحد مو يوافق على الاسم فقط. مع سيد جعفر طبعا. طيب ليش ما استدعيته سيد جعفر؟ حاضرين وقلنا خبر نيابة، احنا اول مرة يا سيدنا يا سيد مقداد ثبت لنا العرش ثم النقش، مو زين. اول مرة ثبت لنا الكتلة الاكبر موجودة يجي سيد جعفر. الكتلة الاكبر ما موجودة احنا ما عندنا من علاقة الموضوع، احنا مو طرف حتى بالكتلة الاكبر حتى نرشح رئيس وزراء منه. انت مقتنع بيه توكل على الله. فلم يحصل الى حد هذه اللحظة تزحزح في هذه النقطة. طيب ليش يرفض سيد مقتدى تشكيل الكتلة الأكبر الشيعية؟ ما أعطاكم جواب على هاي التساؤلات؟ أكيد والله الجواب المعلن اللي أنت سمعته وأنا سمعته والناس سمعوه. إيه بس أنتم قعدتوا يا هواي. هو نفس الجواب، وهو أنه أنا أرفض أن تكون الحكومة حكومة توافقية، يجب أن تكون حكومة أغلبية وطنية، وبالتالي التوافقية لم تأتي إلى البلد إلا الدمار وفلان. طيب ليش أنتم والمرجعية بحملها صوتها وكذا. طيب ليش أنتم تردون يستمر هذا الدمار كإطار؟ ليش تردون الدمار التوافقي يستمر؟ إيه هذا سؤالك مو سؤال وانطيتك سؤال شوي أفضل أرتب يعني زي يلا مو مشكلة. ليش تردون الدمار يستمر؟ إحنا عندنا ليش بترحون الأغلبية؟ عندنا أكثر من نقاش. شوف المتكلم من الذين اعتقدوا ويعتقدون بأنه الحل الصحيح إنه هو تغيير النظام. هذا برلماني ما تطلع من تغيير النظام من برلماني إلى رئاسي. إذا نظام برلماني يحتاج تغيير فلنطبق النظام البرلماني بشروطه، وشروطه أن تكون هناك حكومة أغلبية ومعارضة. صحيح. هذا اللي يسمى حكومة أغلبية وطنية، اللي السيد مقتدى صدر معتقد انه هاي حكومه اغلبيه وطنيه، احنا ننظر الى انه هاي حكومه توافقيه اسمها وطنيه. شلون يعني؟ جيد خوش سؤال. التقدم احزاب، هسه احكي لك احزاب. تقدم تيار الصدري الحزب الديمقراطي الكردستاني عزم اربعه احزاب تشكل حكومه. اولا مو تقدم، السياده السياده كل السنة. اثنين الكرد هم متفقين مختلفين انه رئيس وزراء رئيس الجمهوريه. اكو 14 الى 15. لا 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 كلهم يريدون وزارات، ماكو واحد سني ما يريد يشارك بالحكم، ماكو الى الان واحد قال انا معارضه ولا طرف ثاني مثل حلبوسي قال له انت تروح معارضه، هذا ما موجود هالكلام. تقصد لا حلبوسيا ولا الطرف الاخر من السنه كلهم يشاركون، ولا واحد قال للثاني انا ما اقبل. يجب انه احنا مثل الشيعة يجون نص يروحون النص، هاي بس عندنا احنا الشيعة. ولا مسعود برزاني قال للكرد يابا اني ما اقبل، احنا لازم نسوي حكومة اغلبية، لازم انت اتحاد تروح بالمعارضة ولا كذا، هاي بس صاحبنا بس يمنا السالفة هذه. فالحكومات الاغلبية والتوافقية اي السيد مقتدى يقول التوافقية دمرت البلد. تمام. والاغلبية شنو تعريفك التوافقية انت؟ انا بدي اسألك هسه مو سيد مقتدى لا انت كمحلل شنو تعريفك التوافقية؟ انا راح اجاوب حتى ما أحرك. أحسن. التوافقية. إيه. إنه هاي الوزارات هاي 12 وزارة مال شيعة. صحيح. وهاي 6 وزارات مال سنة. زين. وهاي 5 وزارات مال كرد. وهاي مال المسيح وهاي مال تركمان. أكو شيء جديد هسه؟ هم قاعدين ومتفقين. هاي 12 وزارة مال شيعة متفقين التحالف الثلاثي. وهاي 6 وزارات مال السنة سيادة. صحيح. وهاي 5 وزارات مال كرد. والوزارات مال السياده ثلاثة تروح للحلبوسي ثلاثة والخند والدفاع لفلان وفلان لفلان، وزاره مال تركمان وزاره مال المسيحيين. وين الاغلبيه هنا الموجوده؟ هاي التوافقيه. كل الفرق اللي هذا الكلام كنت اقوله من البدايه من البدايه، يعني منذ اول اعلان النتائج والكلام على انه السيد مقتدى صدر يرفض مشاركه السيد المالكي. كل القصة قضية تنافس سياسي. التيار يرغب بالاستحواذ على كل الحصة الشيعية أو أغلبها، هو يقول يعني على ألا تقل
أيه؟ أنا أحكي بصراحة أيه؟ على ألا تقل من 9 من 12 وزارة. لذلك كلام التيار، الأخوة في التيار مع الإطار من البداية إلى حتى هاي اللحظة وياي إلى حتى هاي اللحظة أنه لازم يجي قسم ويبقى قسم حتى حصتهم تزيد. شقد؟ أيه؟ كون تجون 40 35. 40 35 يعني شقد؟ 3 وزارات. 3 وزارات. إذا بيها مجال نصير 50 نائب معناها 4 وزارات. زين. بالبداية كان الرفض شنو؟ أنه المالكي ما يجي. صحيح. أنا كنت أقول أبداً أنا لا أستطيع أن أقتنع أن هناك رفض شخصي من السيد مقدس الصدر إلى شخص المالكي. قولي ليش؟ ليش؟ تنافس. قولي لا ماكو. شوف هو مو بس المالكي رفض للمالكي ولجنابك أيضاً كان. لا ماكو رفض للجنابي. يجوز أكو كان في البداية هو إذا رفض لجنابي هو توجهت لنا دعوة وإحنا فتح. إيه. هاي العراق يعني. على كل انت لا تدخلنا. لا لا ما دخل. نجاوب على اصل السؤال. فانت كنت ما مقتنع انه اكو رفض. ليش؟ ليش يقال انه بسبب صوله الفرسان والمعركات ب 2008 2010 التيار شارك في حكومه المالكي ودعم رئيس الوزراء ان يكون مالكي. 2014 التيار شارك في حكومه المالكي وكان رئيس الوزراء مالكي. 2018 الحكومة اللي شاركها كل من المالكي العامري والسيد مقدا أخذ السيد مالكي وزارة التعليم العالي. صحيح. في حكومة عادل عبد لا في, لا في حكومة الكاظمي. كاظمي اللي هو صدري قح بين قوسين يقولون. أنت تتناقض؟ لا يقولون. من يقولون؟ هسه مو هذا نرجع له بعدين. فقرة عندنا نكمل الفقرة مالتنا. زين. وزارة التعليم العالي محسوبة على السيد المالكي مال الحالية. إيه. اجتماعات الإطار التنسيقي كان تصير في منزل المالكي وكان ممثل التيار عندما كان عضوا في الإطار كان يحضر هذه الاجتماعات. صحيح. عندما جاء سيد مقدس الصدر إلى مكتب السيد العامري هل اشترط أن لا يحضر المالكي؟ لا. بالأخير عندما اتصل السيد مقدس الصدر بالمالكي هل قال له أنه أنا كنت رافضك وهسه قبلت بيك؟ لا أصلاً الموضوع ما موجود من البداية. بس سيد مقدس طلع في خطاب وقال أنا قلت العامري أنه ما أريد المالكي. أنا أعتقد هذا الرفض ليس رفض شخصي، هذا رفض سياسي، لأنه حتى لا يأتي الإطار كاملاً حتى تكون حصة الأسد. طبعاً هذا طموح سياسي مشروع بالمناسبة. حتى تكون حصة الأسد. لذلك مرة من المرات همنا واحدة من المشاريع أو الحلول اللي اقترحها البعض أنه إجا فد وفد من السيد مقدس الصدر يابا أنتم إيش قد 70 نائب مثلاً أو 80 نائب نص معارضة أو نص شنو يشاركون في الحكم. اي هذا هاي سمعتوا بها ولا؟ أي طبعا من النص مو مهم. أيوة. مالكي او مو مالكي اللي اقول النيابه هاي حكومه اغلبيه. هاي المقصود بها اغلبيه شيعيه يعني مو كل الشيعة يشاركون في الحكم، اما هي حكومه توافقيه فهي حكومه توافقيه من ناحيه تقسيم الحصص بين الوزراء للمكون السني والشيعي والكردي والمكونات والاقليات. لا تختلف عن سابقاتها باي فرق. هذا اللي أنا أقوله. فهاي توافقية. توافقية. توافقية مصغرة شوية. لا هي كل القصة اللي يشوف يعني سيد يعني مقدا ينظر لها شنو؟ ينظر لها تنافس سياسي وهو يعتقد إنه فاز بالانتخابات ويريد فرصة. شوف هنا أنا أحسن نظن بالنوايا. يريد فرصة بأن يجرب حكم ويريد ينجح الحكم. زين. بس السيد. فريد يأخذ شنو؟ رئيس الوزراء وما لا يقل عن 9 من الوزارات. وهذا قلت أنا تنافس سياسي مشروع قبلون. لكن المقابل أي. إحنا مشكلته بالمقابل. المقابل؟ المقابل يريد عزل قسم من الشيعة نصف الشيعة برلمانيا وأكثر الشيعة جماهيريا. يعني الناخبين اللي انتخبوا الإطار التنسيقي 2,300,000. زين. عزل هؤلاء وأن يأتوا ويكون الشيعة المتبقين داخل الأغلبية أو الكتلة الأكبر اللي هو التحالف الثلاثي أقلية. إحنا هذا اللي رافضي. طيب لو قال لكم السيد مقتدى الصدر بس راح أفترض أنا هذا السؤال، تعالوا نشكل الكتلة الأكبر ونختار رئيس وزراء بس أنا أريد 9 وزارات، مو همكم الكتلة الأكبر؟ شوف هذا أهمته من الإجابة عليه. إحنا همنا أولا أن تكون الكتلة الأكبر شيء. أوكي موافق. 1 2 طريقة إدارة الدولة، طريقة إدارة الحكومة. يعني هذا رئيس وزراء متوافق عليه، احنا نقتنع بانه هذا الشخص هو صاحب القرار. اي وهو اللي يتحمل المسؤوليه. هاي النقطه الثانيه. اذا حصلت النقطه الاولى وحصلت النقطه الثانيه
لن نقف أمام الوزارات، وهذا كلام أبلغناه. وهناك من يحاول أن يصور أن الإطار واقف، أنه يريد 4 وزارات لو 5 لو 6. أبداً والله أنا أقسم عن، إذا ما أريد أقول كل، فالأغلبية العظمى من الإطار ما طامع بالوزارات. الأساس حفظ حق الشيعة، الأساس حفظ الدولة، الأساس أن يكون الكتلة الأكبر هي كتلة شيعية، والأساس أن يأتي رئيس وزراء نوافق عليه، وتكون إدارة الحكومة إدارة تشاركية، إدارة يعني إدارة الحكومة، وليس بمعنى أن يكون رئيس وزراء صاحب قرار ويرجع إلى الكتلة الأكبر في قرارات الدولة وليس في تفاصيل إدارة الحكومة. طيب بس سيد مقتدى طرح مرشح، أنتم ما طرحتوا لحد الآن، ما طرحين ليش؟ ما سمعنا اسم. والله صار في لو مأيسين. لا لا, لا, لا يأس في الحياة. طيب. وما أضيق العيش لولا فسحة الأمل، لولا فسحة الإطاري. لا أبدا، يعني ما تم تداول تسريب أي كل شيء، ما يعني صار فد شون بالبداية فد كلام صدر من الأخ العامري، نحن ما عندنا إشكال إنه إذا سيد مقدا هو يقدم رئيس وزراء وإحنا نقبل أو نرفض. وفعلا أنتم هيك؟ أيوة أنا طبعا فعلا، وقلنا الكلام وإلى حد هاي اللحظة. لذلك أنا أقول إن الإطار عجيب غريب، أنا واحد من الناس اللي مستغرب ومتعجب إيش قد عنده سعة صدر، وإيش قد عنده فالتقدير المصلحة، وإيش قد عنده تجاوب في سبيل التخلص من الانسداد السياسي بدون تضييع حق الأغلبية، بدون تضييع حق الشيعة سياسيا. نقطة طيب. رأس صدر طيب. فمواطنين، ولذلك لأنه لم يطلب منا، يعني مثلا لو السيد مقتدى صدر الله يحفظه يقول يابا أنه لا أنا إذا قدم رئيس وزراء وأنتم هم قدموا مقترح، خلينا نناقش اثنين حاضرين عندنا أكثر من مرشح، يعني عندكم عندنا أكثر من مرشح ومقبولين وإلى آخره، أعلن ما تعلنون أسماءهم، يعني ما وصل إلى مرحلة الواقع حتى. طيب. يعني إحنا لين الموضوع متجاوزينه وما نوقف يمه، ونعتقد إنه هاي أفضلية فلتعطى للكتلة الصدرية باعتبار هي الكتلة الأكثر عدد فازت في الانتخابات، في الانتخابات ما عندنا مشكلة. طيب. ما نوقف يم هاي المسألة، اتحدث. وما عندنا مشكلة أقول ايه اذا اتفقنا على الكتله الاكبر عددا، واذا اتفقنا على رئيس وزراء نتفق عليه ويصير عندنا قناعه في اداره الحكومه، انه ما نوقف يم 6 وزارات لو 5 وزارات لو 4 وزارات، ما نوقف يم هاي ومستعدين، وهذا الكلام قلناه. طيب بس الله سبحانه وتعالى ان شاء الله شو يسوي يمشي الامور. طيب قلت في شرطين في قصه اختيار رئيس وزراء، واحده من عندهم قلت طريقه اداره الدوله، مو صحيح؟ يعني. طيب طريقة إدارة الدولة، البعض يقول الإطار يريد يعرف مصير الحشد، مصير ما يسمى بفصائل المقاومة، الهيئة التنسيقية العليا للفصائل المقاومة، أنتم هذا اللي هامكم فعلا بإدارة الدولة؟ هذا جزء، يعني موضوع الحشد إحنا موضوع مهم بالنسبة لنا، عنده قانون وهيئة وموجود. لا مو بعض الكلمات التصريحات اللي صدرت خصوصا قبل الانتخابات كانت تثير قلق، انه احنا مشروعنا دمج الحشد الشعبي في القوات الامنيه، هاي اثارت قلق ومخاوف عندنا. طيب موضوع فصائل المقاومه انه لا تسلم اسلحتها الا بعد الخروج الفعلي لقوات الاحتلال، هاي قضيه مبدئيه بالنسبه لنا. ليش قوات احتلال؟ ليش اكو قوات احتلال؟ احنا وجهه نظرنا اي وجهه نظرك؟ لا وجهه نظركم. طبعا لا شو نقول قوات ولا احتلال. هاي مو وجهه نظري، عندي اسئله. لا طبعا وين قوات هناك احتلال؟ قوات عسكرية قتالية وجودها مخالف الدستور، وصدر قرار من البرلمان العراقي يطالب بخروجها ولم تخرج. فالدستور تقلل عددها، صاروا 10,000 زين، صاروا 2,500 زين، اسمها قوات قتالية. الدستور يرفض وجود قوات قتالية ويرفض وجود قواعد عسكرية حتى لو موجود جندي واحد بالنسبة. أصير أقاطعك هنا؟ تفضل. بس القوى السياسية بعضها منضوي نحو الإطار بالإطار حاليا، هنأ ونزل بيانات في اليوم الذي أعلنت فيه الحكومة العراقية أن القوات القتالية تحولت إلى قوات تدريب. إيه أنا سألتني أنت. إيه يعني أنا أتكلم الآن كهيئة تنسيقية. ها جيد. أخو قوى سياسية. طبعا وهذه التهنئات اللي صدرت باب حسن الظن على أساس أنه هناك إنجاز حصل، ثم تبين ماكو شيء. يعني هي القواعد العسكرية بعين الأسد والحرير موجودات، والطائرات المسيرة والمدارج موجودة، والقوات القتالية موجودة، ما تغير شيء. على كل هذا الموضوع يأخذ
طيب هسه ما نبحث فيه. فاحنا عندنا مبادئ. زين بس مقاومه المان ما تعتقد يعني هوايه تحب تدخل بالتفاصيل. اي والله تدري ليش؟ حتى اعطيك فرصه توضح هواي مفاهيم مغلوطه. هسه ما اعرف الناس تقول احنا بحاجه الى مقاومه. شنو مقاومه؟ مقاومه تقصف السفاره وتوقع على الاطفال. قصف البعثات الدبلوماسيه بالنسبه لنا بالنسبه الى الهيئه التنسيقيه للمقاومه مرفوض وادى النافي كل مره يحصل. قصف بيت الكاظمي مثلا مرفوض اذا كان قد حصل وقعا. ها شو ها؟ طيارات وواحد لازم يذبي بس على كل. انا على الاقل سامع في اثنين من الرئاسات الاربعه ما مقتنع بان هناك قصف حصل. بس على كل هذا لا تدخلنا بالتفاصيل. الظاهر انت كلش مقتنع بيده لو بالقصف. انت ليش تضحك؟ لا انا مو انت قلت. زين اقول احنا شنو ملاحظاتنا؟ اي الحشد موضوع اساسي عندنا. طيب وفعلا احنا نريد نشوف رئيس الوزراء نسأله شنو قناعتك بالحشد؟ شنو ضماناتك ببقائه وتقويته وان يكون مستقل ضمن القوات المسلحه ولا يذوب ولا يدمج؟ موضوع المقاومه شنو معناه موضوع المقاومه عفوا؟ موضوع المقاومه معناه موضوع التواجد العسكري الامريكي. طيب موضوع التواجد العسكري الاجنبي. هذا معناه. فنريد رئيس الوزراء عنده خطه واضحه وعنده شجاعه وقدره يستطيع ان يؤمر وزير خارجيته ان يبعث رساله الى مجلس الامن يطالب فيها بانهاء دور قوات التحالف الدولي التي طلبها العراق بشكل رسمي في 2014. المقاومه رد فعل وليس فعل. المقاومه وسيله وليست غايه. هذا قصدنا بالمقاومه. ولكن لا نعتقد انه من الصحيح اصلا ان يطالب بتسليم سلاح المقاومه ولا يطالب بخروج قوات الاحتلال الاجنبيه اللي موجوده. من الامور اللي نحتاجها احنا في طريقه اداره الدوله بعض التصريحات اللي صدرت كذلك على لسان التيار وهو انه هذا رئيس الوزراء يدار بالقصقوصه مثلا. هذا هو صدر حقيقه. القصقوصه موجوده. القصقوصه موجوده. بالنتيجه احنا نشوف انه رئيس الوزراء الذي يفترض ان يكون موجودا رئيس وزراء حسب ما يقول الدستور هو ينطلق من قرارات مجلس الوزراء. طيب هذه واحده من القضايا اللي نشوفها في شخص رئيس الوزراء. طيب بس المقاومه تسلم سلاحها اذا طلعوا الامريكان بشكل واضح. بشكل واضح. اي احنا ب 2012 من 2003 الى 2012 كانت هناك قواعد عسكريه وكان هناك قوات قتاليه. عندما حصلت الاتفاقيه وحصل قناعه بشكل واضح لانه هذا سوف يخرج ويبقى قوات استشاريه فنيه تدريبيه الى اخره فصائل المقاومه بانقاذ السلاح ولم تحصل ولا عمليه واحده من 2014 يمكن الى 2018 تقريبا. طيب من 2012 عفوا الى 2000 في حاله خروج الفعلي لقوات الاحتلال فان المقاومه ستلقي سلاح والسلاح الموجود سيسلم الى الحشد ولن يحصل اي شيء. ليش للحشد؟ خب للدفاع. هذا المطلب اللي طرح حتى على لسان التيار انه هذا السلاح خلي يكون يذهب الى الحشد. هو ما تنزعج اني منين؟ من السلاح ولا من الحشد؟ لا من انه يروح للحشد. لا منزعج من السلاح انا. زين طيب السلاح يسلم. زين بالنسبه للسلاح ليش اتهم او يعني المصادر تحدثت انه التغريده اللي نزلها سيد مقتدى الصدر، احنا كل حكينا على سيد مقتدى. التغريده اللي نزلها سيد مقتدى حكي يعني كل الحكي عن سيد مقتدى انه نزل تغريده يطلب عدم تدخل السياسيين بالقضاء. وكانت في عقب حادثه تطويق محكمه الكرخ واللي صار حول اعتقال شخص منتمي الى الحشد وبالادق منتمي الى العصائب وان هذا الشخص هو المتهم بقصف منزل رئيس الوزراء. شنو علاقتكم حقيقه بهذا الموضوع؟ انتم وقتكم راح يخلص مو؟ لا استمر نقدر نمد؟ اي زين. اولا شخص ينتمي الى عصابه الحق، احنا استعمال عصائب اهل الحق بالحج الشعبي هذه اعطينا التزام ان لا نستعملها ونحافظ على التسميات الرسميه للحج الشعبي بعد الاعلان اللي حصل بانتصار العراق عسكريا في يوم الانتصار في يوم اللي حصل في 2018. نعم تقريبا. يوجد لواء 41 42 43 الالويه اللي كان اسمها عصابه الحق اثناء وقت مقاتله داعش. هل هناك شخص تم اعتقاله؟ شوي القضيه تحتاج تفصيل. هي طلعت بدرجه بالاعلام. كان هناك شخص طبعا قضية الطائرات المسيرة وأن الحشد يستعمل طائرات مسيرة هذه ليس سرا وخصوصا الطائرات الصغيرة تستعمل لأغراض الاستطلاع لأن الحشد ما عنده طائرات مقاتلة مسيرة مقاتلة. فكان هذا الشخص منتسب رسمي إلى الحشد الشعبي بمفرده يسوق سيارة بيكب
رقمه حكومي تابع لهيئة الحشد، الباج مالته حشد، ومخليله طائرتين مسيرات، واحدة حجمها صغير ومكسورة، وكان في طريقة إلى النجف، منتبه وياي إلى النجف، لأن الحشد ما عنده معسكرات ومقرات، وكانت ورشة التصليح هي في النجف، وهذا الشخص اللي مخلي الطائرة بالصندوق نظامها. طيب صارت مشادة بينه وبين واحد بالسيطرة، ثم تطور الموضوع، ثم درى وكيل الاستخبار أو وكالة الاستخبارات أحمد، ثم تم اعتقاله، ثم تم فحص الطائرتين ورجعوا للخريطة وشافوا الخريطة مالتها كلش طبيعية، ما فد يوم ضمن خريطتها إنه مر على المنطقة الخضراء، مضاف إنه حجمها ما يقدر يشيل لها شخاطة. هذا صحيح، تم هذا صار اعتقال بسبب مشادة. هل حصلت محاولة استثمار هذا الموضوع؟ أي حصلت مستثمر من قبل منه؟ من قبل شخص رئيس الوزراء. شوف أنا الكلام هذا أقوله وأتحمل مسؤوليته. شلون؟ بل أقول أكثر من ذلك، أن السيد ثبت لدينا أن السيد الكاظمي سعى إلى إيجاد فتنة شيعية شيعية، تعبير أوضح، أن السيد الكاظمي سعى إلى إيجاد اقتتال شيعي شيعي، هذا الكلام أقوله بالعلن. وإذا السيد رئيس الوزراء رفض هذا الكلام، أني أطلب منه أن يقيم دعوة ضدي حتى أجيب الدليل. تمام؟ هذا اتهام خطير يعني. تمام؟ ثبت لدينا فيما بعد اللي هذا الشخص اللي أنا والله مهتميت ما عندي شيء، وأعرف أنه يا بجو شافوا طائرات وماكو شيء وإلى آخره، تم الضغط عليه من أجل أن يعترف. وهذا الكلام حصل بعدين بعد ما تم نقله أخيرا إلى سجن رسمي. سجن رسمي. ليش وين كان؟ هسه تجيك السالفة. وتم لقاء عائلته به وهو نقل هذا الكلام، انه الفترة الأولى تعال اعترف انه أنت بهاي الطائرات كنت تريد استهداف منزل رئيس الوزراء. وصلوا للقاضي. منو اللي كان يجبر على الاعتراف؟ وكالة الاستخبارات. من هو وكالة الاستخبارات؟ السيد أحمد أبو الرغيف. كان يجبره؟ مع التعذيب. هذا اتهام ينصار. دب. راح تشبع قضايا. ما عندي مشكلة. أتمنى. ثبت وياي. أتمنى وإحنا مستعدين إنه كل هذا الكلام نقدم دليل عليه. إذا كان اتهام بدون دليل إحنا مدانين. تمام؟ جيد. واثق الخطوتي. يمشي ملكا. زين. طالبوا القاضي شاف الإنكار طلب دليل، قالوا إنه الدليل إنه بصماته موجودة وين؟ بالطائرة اللي تم إسقاطها في منزل استهداف منزل الوزراء اللي ماكو. الطيارة ماكو. ماكو. بس البصمة موجودة. وهي إذا بقايا طائرة ما موجودة. البصمة وين يعني؟ بالهواء. البصمة بصبعي يعني تقصد؟ طبعا البصمة بصبعي موجودة. فبالنتيجة هم يعتقدون أن البصمة موجودة بس الطيارة ما موجودة. ليش الطيارة ما موجودة؟ هم قالوا أن البصمة موجودة في بقايا الطائرة اللي تم تفجيرها. والبقايا غير موجودة؟ ما موجودة طائرة تم إسقاطها. أنا هذا الكلام سمعته من الشخص المعني بالتحقيق. زين. قال ماكو طائرة تم إسقاطها. بس طيب. ما يريد أقول ماكو طائرة أصلا، خليه يصير اتهام سياسي. فيعني ماكو دليل جنائي. مشت المسافة. شوف الأدهى والأنكى والأمر. اللي أنا بصراحة ما كنت أستطيع، ما كنت أتصور أنه تصل مستوى الدناءة بأي شخص كان إلى هذا المستوى، أنه يتم التحقيق وياه، أنه تعال أنت اعترف أنه هاي الطيارتين أنت موديها للنجف من أجل استهداف سيد مقدة الصدر ومنزل سيد مقدة الصدر. هذا الكلام من يقوله؟ من يقوله؟ نفس الشخص المتهم اللي لا زال في السجن اللي تحقيق وياه ابدا ما متدخلين. زين. ما عندي شيء، ما يعرف، مو يم القضيه. بعدين طلب منه وضغط عليه وتحت التعذيب بالكهرباء وغير الكهرباء ان يعترف على انه هو عصائب الحق وكان يخطط لاستهداف منزل السيد سيستاني. ثبت وياي؟ شوف الدناءه؟ بعدين طلب منه ان يعترف انه هو عصائب وكان يريد استهداف قبة أمير المؤمنين. بغض النظر، تصور أكو دناء بهالمستوى؟ أنا هاي الكلمة قلبي إذا أقولها. لازم نسأل أبو رغيف. نسأل كل إنسان عنده ضمير عراقي، هو كل عراقي عندهم شرف وعندهم غيرة. لذلك الولد بالبداية صار تحقيق وياه وما ثبت عليه أدلة، بعدين دونوا أقواله بالإنكار. نعم. شنو اللي صار؟
مجلس القضاء بعد ما حل لجنة أبو رغيف رجع يتابع القضايا الباقية صحيح. من قبل قضاة آخرين. فمن ضمن القضايا المتبقية هذا الشخص دزوا عليه لقوه 50 يوم معتقل بدون أي تدوين أقوال، وهذا بحد ذاته مخالفة قانونية، وهذا الشاب إلى حق يرفع دعوة ضد تمام. ثم عندما أنه القاضي اللي حقق وياه اللي هو ظاهر قاضي جهاز مكافحة الإرهاب طلب تحويله إلى السجن الرسمي لجهاز مكافحة الإرهاب مو سجن خاص قامت القيامة وتم تحريك قوة عسكرية. ليش كنا دائما نقول إنه القانون مو مثل شخص؟ نقول هذا خارج عن القانون لو مع القانون. إنه رئيس وزراء مرات تصرف تصرف شخصي، هذا ما يمثل خروج على القانون، هذا يمثل على خروج على شخص خالف القانون. تم إرسال قوة لغرض منع تحويله إلى سجن رسمي. إلى سجن رسمي. وعندما رفض القاضي واعتبر إنه هاي مخالفة، وهذه معلومة الأكيدة، حصل اتصال من شخص سيد الكاظمي إلى سيد مقدس الصدر أنه أنا أكو شخص هو متورط بعمليات استهداف منزلي أو استهداف منزلك وأن هناك من يريد إطلاق سراحه كذبا. سيد الكاظمي كذب على سيد مقتدر؟ بني رئيس وزراء ما يكذب. أنت تقول؟ المفروض زين. وصدر البيان إذا تذكروه في ذاك الوقت صحيح أنه حسب معلومات دقيقة توفرت لدينا لم يكن الموضوع أكثر من كذبة. وطلب السيد الكاظمي وهي معلومة خاصة أن أقولها من أحد من أكثر من شخصية من الشخصيات المقربة على سيد مقدس الصدر أن يجعل له لقاء لأحمد أبو رغيف مع السيد مقدس الصدر حتى يشرح له التفاصيل والأدلة التي تثبت أنه هذا الشخص بالعصائب كان يهدف شنو؟ بيت السيد، اختيار سيد مقدس الصدر. طبعا القصة الأخوة بالتيار مقتنعوا. ليش؟ طيارة ما يقدر يشيل لها غلاس تستهدف بيت سيد مقتنع، واحد. اثنين مخليها بالصندوق وهوية مال حشد ونفر واحد يفوت بالسيطرة. ثلاثة العصاب اللي مو العصاب يعني المقاومة هكذا يفتل انت ما انا دي يأثروني بس لا خلنا ناخذ راحتنا زين مدة 5 دقائق شباب العصاب ايش بيهم؟ لا لحد ما نكمل ايه يمون عليكم زين لا احنا تمونون علينا بس خاف الربع ما يمونون الامكانيات اللي موجوده فصائل المقاومه ايه اللي طائرات المسيره تصل الى مدى اكثر من 1000 كيلومتر تحتاج تعبر طياره بالبيكب حتى توصل بالنجف قريب 200 متر حتى تطيرها حتى توصل خط طيرها تقدر تطيرها اذا تريد وهي لن تفعل من خارج حدود العراق من سوريا وتوديها للنجف يعني قصه ما بيها خير قصة غير مقنعة هاي خطيرة يعني. المهم أنا اللي أقوله أمام التاريخ أيه. وأمام أبناء شعبنا وأمام كل القوى السياسية أنه هذا الرجل سعى إلى إيجاد اقتتال شيعي شيعي. أقول هذا كلام مرة ثانية وثالثة وأتحمل مسؤوليته وعندي الدليل. وإذا أجا ولاية ثانية الكاظم شلون؟ والله يتحمل مسؤوليته من يجيب شخص يسعى إلى إيجاد اقتتال شيعي شيعي تمام؟ من يرشحه؟ يتحمل مسؤوليته ألف عافية ما راح ترشحه ويقولون قريب من أمريكا ويهدئ الوضع وهيك أشياء قريب من الخليج ماشي أنا بالنسبة لي ما رشح ما ترشح الكاظم لا أبدا وأخوانك بالإطار أنا أعرف رأي كثيرين منهم ما يرشحون الكاظم أبدا يعني أنت تقضي على أحلام الكاظم الولاية الثانية اليوم هذا وضع سياسي وضع سياسي أكو واحد كبير بخت إيه يتحمل مسؤوليته يقول أنا رشح خلي رشح بس هو مبخوت بس أنا شوف اللي السؤال طيب أنا أختم وياك في آخر دقيقة أو دقيقتين وهي ماذا لو مر رئيس الجمهورية في الجلسة القادمة شنو ردت فعلكم؟ أنا ذكرت إنه هاي جلسة جيد يصير بيها ثلثين وينعقد نصاب يصير بيها تصويت يصير اختيار تصويت مرشح الاتحاد ريبر لو يصير مرشح مسعود برزاني ريبر مرشح الديمقراطي انه مرشح الاتحاد انا امنيتي ان يحصل توافق كردي كردي زين ولا يصل الموضوع الى كسر ايرادات وهناك مساحه في الاتفاق
وأطلب وأدعو من كل الطرفين أنه يغض النظر عن بعض الخلافات والكذا والآخر. يأتون بمرشح واحد؟ يأتون بمرشح. كما أتمنى وأدعو وخصوصاً من سماحة السيد مخلص الصدر أن يصير تفاهم شيء على الكتلة الأكبر وعلى من يكون رئيس الوزراء. وما يبقى هذا الاستداد السياسي اللي يفترض أن تكون. الحكومة وتشكيل الحكومة هي وسيلة لهدف أسمى هو رعاية الناس وتحقيق مطالبهم. ونحن نعيش في وضع وضع اقتصادي صعب المفروض نتجاوز. يعني إحنا إلى حتى هاي اللحظة كنا نحسن الظن ونعتبر أن دوافع وطنية تمام ومستعدين نتجاوب ونتنازل. أعتقد إذا ما تحلينا سوية جميعا بهذا النفس ويبقى الموضوع وكأنه عناد ويصل الموضوع إلى كسر إرادات، هاي راح أول ما ندفع ضريبتها أبناء شعبنا. وإحنا كنا نحب أبناء شعبنا ويفترض كنا. لذلك أنا بصراحة وعندي ملاحظات على بعض الخطابات اللي تطلع بطريقة شنو بطريقة كأنه إنه أكو طرف يتحمل مسؤولية الفساد والدمار وإلى آخره وأكو طرف بريء من هذه المسؤولية. مصلح. لا أنا ما أقول. أي طرف أقول إصلاحي وطرف مو إصلاحي. أقول إنه واحد إنه إحنا شوف أكو وضع من 2003 إلى الآن. زين. أنا راح أخذ دقيقتين مالتك. كيفك بعد؟ لا براحتك. إحنا ما نلقى هيك حوار دائما. إنه من 2003 إلى الآن. أكو مشاكل ببلد. أنا أعتقد سببها النظام السياسي. هو هذا النظام النيابي النظام البرلماني. يعني أغلبية ما موجودة، يعني توافق، يعني محاصصة يعني فساد. زين. وأكو جزء مشكلة يتحملها القوى السياسية اللي شاركت. أعتقد أمام أبناء شعبنا كل من شارك ينبغي أن يتحلى بشجاعة الاعتراف بالخطأ. حتته؟ أنا قلت الكل بعد ما كمل كلامي. زين. الكل. وأعتقد أبناء شعبنا الشعب العراقي مو حقود. وبالنتيجة دول السياسيين موجودين. يعني جيب عملية سياسية، غير نظام انتخابي، غير مد شنو زين. كان اسمه سائرون صار كتلة صدرية. كان قبل غير اسم. كان اسمه فتح صار إطار. ما يعني هاي التسميات تختلف. يعني هذا الواقع اللي موجود قصدي. يعني هاي شخصيات البلد ما يسمى بالمستقلين اللي هم وجودهم مهم وإضافة وإلى آخره يبقى نسبي. ويبقى في جزء كبير من المستقلين هم مو مستقلين حقيقة، عندهم ارتباطات سياسية بأحزاب معينة إلى آخره. يعني قصدي هاي تركيبة بلدنا. المطلوب أنا أقول شجاعة الاعتراف طيب بالخطأ. لا كامل متسألتني قلت لي أنت همة أنا أحد السياسيين قال إحنا يجب أن نعترف أنه خطأنا وأنا أخطأت. صارت علي فتهجمة صحيح من جيوش إلكترونية. طيب. أنا أعتقد هاي الثقافة يجب أن تشجع. طيب إحنا بالنسبة لنا المتكلم على لسانه قلت إحنا شاركنا في الحكومة في زمن حكومة عادل عبد المهدي. شاركنا في الحكم سنة ونص وزارتين. نتحمل هاي المسؤولية. زين. وين أخطأنا؟ وين أصبنا؟ جاي. نتحمل. طيب أنا أقول. إيه. كملت شايتي؟ كمل. أنا أقول علينا كلنا أن ننطلق من هذا المنطلق. أما أسلوب التعالي وإنه أنا ما غلطان والآخرين غلطانين هذا ما راح يوصل إلى نتيجة. وأبناء شعبنا ووجود مواقع التواصل ماكو واحد ما يعرف واحد. يعني هاي العملية السياسية من 2003 إلى الآن. هي نفس القوة. هذا حزب الدعوة، هذا المجلس الأعلى صار بعدين غير اسم حكمة. تمام. وهذا التيار شاركوا من 2003 إلى الآن. فالكل مشاركين في النجاح. إيش قد نسبة النجاح؟ ليش ما استنكرتوا قصف أربيل؟ والكل موجود في الفشل حسب نسبة الفشل، وكل من حسب المناصب اللي أخذها. اللي أخذ رئيس وزراء طيب يتحمل فشل بنسبة منصب وأهمية رئيس منصب رئيس وزراء. المصور قلق بس هذا السؤال بعد ما أقدر. ليش ما استنكرتوا قصف أربيل؟ تخو ما زعلان أنا على أربيل لو على القصف على ياهنا القصف. شو أنا سيلك تسألني القصف لا مدينة عراقية تنقصف طبعا أزعل. شلون ما أزعل على مدينة عراقية تنقصف؟ تقبل أنت مدينة عراقية تنقصف؟ أنا راح أتكلم بالنسبة لي. لا أنا ما أقبل مدينة عراقية تنقصف. لا ليش مثلا؟ بس أقبل مقر الموساد ينقصف. من يقول مقر الموساد؟ رجال فقير قاعد أنا بالنسبة لي راح أتكلم عن نفسي. في أكثر من مرة وبتصريح علني قلت هناك تواجد إسرائيلي في أربيل. ماكو أدلة. إيه أنا جاي أتكلم شنو أقول أنا بالنسبة لي قلت هذا الكلام. زين. بالنسبة لي عندي معلومات. زين. على تواجد إسرائيلي وعدده، وأعتقد أن تواجد إسرائيلي أكثر من أربيل.
معلوماتي أنا بالنسبة لي المتأكد منها أن الذي تم قصفه هو مقر موساد إسرائيلي. بس الأراضي العراقية. شوف مقر موساد إسرائيلي في أي أرض موجودة هو هدف مشروع أن يقصفه أن أي إنسان مقاوم، أي إنسان شريف، أي إنسان عربي، أي إنسان مسلم، لأن إسرائيل هي عدوة فلسطين، عدوة العرب، عدوة الإسلام. أما يعني هذا المحاولة أرض عراقية. شوف مثلا إذا محمد بن سلمان يسويها يسوي شيء يسوي ويجي يقصف لنا فتاة هدف موجود في منطقة كردستان هدف إسرائيلي أبدا ما راح يستنكر. وذا بالناصرية ليش؟ في الناصرية بس ما يصير بالناصرية. زين ما دام هسه هو عنده معلومات وهم يطلع لنا يقول أنا عندي معلومات اللي أريد أقوله. زين المبدأ اللي عندي يعني أن الموساد يقصف أي اعتداء على أرض عراقية مرفوض. زين لذلك مواقفنا واضحة حتى إيران في رفض أيا كان إيران أو أي دولة أخرى تعتدي على أرض عراقية مرفوض. زين ولذلك هذا موقفنا واضح في رفض القصف التركي. أي اعتداء مو اعتداء أي قصف أي هجوم على مقر إسرائيلي في أي مكان في العالم في العالم وهو مشروع وهو هدف نبيل أنا أشجعه أيا كان هذا الموجود على الأرض العراقية هذا خلاف القانون العراقي خلاف الدستور العراقي خلاف الإرادة العراقية هذا يستعمل الاعتداء يستعمل الإرادة العراقية لاعتداء على أطراف أخرى. أما الكلام أنه هذا كان بيت مواطن وطلع المواطن وقال سووا لجنة تحقيقية خوش وأكو حديث أنه السيد مسعود برزاني طلب من قادة الإطار أنه السيد علي الخامنئي يرسل لجنة تحقيقية بنفسه. أنا اللي أقوله هذا البيت كان فارغ بيت مع العائلة وبيها تراث وبيها شيء هو الرجل قال زين العائلة كانت طالعة طلع السلامات الحمد لله زين بي حارس بي خدام بي واحد بنغالي بي واحد ينظف زين هاي اثناء الصاروخ ماكو واحد انجرح زين ماكو واحد انجرح وهاي إيران بكل ما تمتلكه من أجهزة أمنية واستخباراتية تعنت وقصفت هذا البيت لا قصفت مطار أربيل لا قصفت مقر قنصلية لا قصفت هذا البيت يدليهم؟ لا يندلون مشتبهين مع الصاروخ. أنا اللي أقوله بشكل واضح أنه هذا الهدف كان هدف إسرائيلي. معلوماتنا أنه من عنده انطلقت الطائرات المسيرة اللي استهدفت والوجود الإسرائيلي لا زال إلى الآن موجود وأنه نحن نرفض إدخال العراق كمنطلق الاعتداء على دول الجيران ويجب على الحكومة العراقية أن تقوم بدورها في الاطلاع. ليش تقبلون قصف الحوثيين يعني؟ من نرجع لك الحوثيين معلوماتي اللي سمعتها من أطراف كردية وشخصيات كردية مهمة مو صحيح نذكر أسماهم في الوقت الذي حصل في القصف أنه شخصيات كردية من البشمركة القدماء راحوا إلى مكان القصف ووجدوا المكان مطوق بشكل كامل من شخصيات تتكلم اللغة الإنجليزية ولا يوجد كردي واحد. هاي المعلومة اللي سمعتها شهدوا من أهلها من أطراف كردية. فأنا أدعي أنا أقول عفواً أقوله مو اللي أدعي اللي أقوله أنه القصف الذي حصل كان إلى مقر موساد وأنا لا أدين قصف مقرات الموساد الإسرائيلية. السؤال كان على شنو الحوثيين؟ ما عدنا وقت بعد أسئلك بعدين وراء البرنامج عن الحوثيين. شكرا جزيلا لك الشيخ قيس الخزعلي أمين عام حركة عصابة للحق. شكرا جزيلا لك وشكرا لصراحتك العالية جدا. بس راح تجيك هواي قضايا من رئيس وزراء من أبو رغيف يا الله رزق هذا يا الله رزق للقضاء. شكرا على لسانك إن شاء الله. شكرا جزيلا شكرا لكم نلتقي في حلقات أخرى إلى اللقاء. شكرا جزيلا.